يمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا يحدد الهوية الإسلامية؟ يعني هل هذه الملابس هي هوية المسلم؟ طيب اللي يلبس بنطلون ولا كذا، هل هذا خالف الهوية؟ هل الذي يحب الوجبات الغربية والأكل السريع هذا الغربي، هل خالف الهوية؟ هل الفتاة التي تحب الأغاني الغربية، أو الشخص الذي يجهل اللغة العربية، أو تلك التي تجهل التاريخ الإسلامي، هل خالفوا الهوية؟ أين الحدود في هذه المسألة؟ متى نعتبر الإنسان خالف الهوية، ومتى نعتبره ما زال داخل هوية المسلم؟ هذا الخلط الشديد نحتاج أن نوصله، ودعوني أوصله بشرح مختصر لكتابي من أنا وما هي هويتي. الهوية في اللغة هي ما يكون الشيء به هو هو، هي التي تحدد ما أنت أنت، هو هو. طيب هذا باللغة. أما في المصطلح فالهوية هي السمات والقيم التي تميز فردا أو مجتمعا. يقول الله سبحانه وتعالى صبغة الله، الصبغة يعني هوية الله التي أراد المسلم أن يتصف بها، صبغة من الله عز وجل. وبالتالي ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله، فهذه هوية من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم مطلوب أن ينصبغ بهذه الهوية. طيب كيف نعرف أين الفرق؟ هذا مطلوب، لذلك الهوية أمر خطير وأمر رئيسي ومطلوب شرعا. هنا يجب أن نفرق بين العناصر والمظاهر. عندما نفرق تصبح المسألة واضحة. أما العناصر، عناصر الهوية يدخل فيها الدين، القيم، الفكر، حتى عرق الإنسان على فكرة يعتبر من عناصر الهوية، أي بأي جنس ينتمي، الجغرافيا، طبعا اللغة، الحضارة التي جاء منها وينتسب إليها، التاريخ، أي أمور مشتركة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، قضايا مشترك، هم مشترك. خلينا نضرب مثال. لما نقول فتاة مصرية عربية مسلمة ملتزمة، الآن هي كفتاة تشترك مع الفتيات في هوية أنها فتاة مصرية، ستشترك مع المصريات، عربية ستشترك مع كل من هو عربي، مسلمة ستشترك مع من هو مسلم، ملتزمة ستشترك مع الملتزمين بالدين. فإذا هي صحيح عندها عناصر مختلفة، لكن كل جزء منها ينتمي إلى هوية. فهذا هذا التعدد في الهويات يجعل لها هويتها الخاصة. قارنوا هذا مثلا بشاب أمريكي غني عنصري صهيوني، هنا سيشترك في هذه العناصر مع من يشترك معه في هذه العناصر، فهذه هويتهم المشتركة. إذن هذه العناصر التي ذكرناها، الدين والقيم والفكر والعرق والجغرافيا واللغة والتاريخ والأمور المشتركة القضايا المشتركة، هذه التي تشكل هوية الإنسان. أما المظاهر فهي الملابس والطعام والفن والأدب والعمران وأشكاله والمصطلحات واستعمالاتها والعادات الاجتماعية والأعراف، وقيسوا عليها حتى نوعية العلاقات في المجتمع، طبيعة العلاقات بين الرجال والنساء، كلها هذه في النهاية ما جاء فيها نص فهي مفتوحة للناس. بل بالعكس، هذا الاختلاف هو الذي يجعل الحياة جميلة. لو كان الناس كلهم نفس الشكل نفس اللون نفس الملابس، عندها تكون الحياة بايخة. الإسلام ألزمنا بالعناصر وترك لنا المظاهر، لكن حدها بحدود الأخلاق والأخلاق فقط. فهوية المسلم تنطلق من القرآن،
من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وتعامله، من الشريعة وأحكامها المجمع عليها، من الصفات الإنسانية المشتركة، العدل والرحمة، من العقيدة السليمة، هذه التي تجمعنا. والعناصر مفتوحة لا إشكال في اختلافها ما دمنا نلتزم بالأدب والأخلاق والأحكام المجمع عليها. إذن فرقوا بين العناصر والمذاهب والمظاهر، العناصر تمسكوا بها والمظاهر تخلقوا بها بأخلاق الإسلام. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر.